يا مساء الخير على كل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان، وحلقة جديدة من برنامج الترند. حلقة مهمة أكيد عندنا فيها كالعادة أخبار كتير على مختلف الأصعدة، سواء على المستوى العالمي المحلي، وقبل كل ده كل جديد يخص نادينا الحبيب النادي الأهلي وآخر أخباره وتفاصيله وكواليسه في فقرات مختلفة من حلقة الترند النهاردة. عندنا مواضيع كمان مهمة جدا، خصوصا فترة التوقف الحالية، البعض أكيد هيحاول يخلق بعض الأخبار شوية عن النادي الأهلي، لأن مفيش ماتشات مفيش أحداث، لكن في كل الأحوال إحنا هنوضح لحضراتكم كل التفاصيل لحظة بلحظة وبمنتهى الدقة. خلينا بس ننتظر تفاعل حضراتكم معانا من خلال سؤال حلقة النهاردة، وفي رأي حضراتكم هل شايفين فترة التوقف الحالية هتكون مفيدة للأهلي ولا لأ، في صالح النادي الأهلي ولا ضد النادي الأهلي؟ هننتظر تفاعل حضراتكم معانا من خلال سؤال الحلقة ومن خلال قناة الأهلي على أو صفحات قناة الأهلي مختلفة على السوشيال ميديا، فيسبوك تويتر وإنستجرام، وهناخد تفاعل حضراتكم في الجزء الأخير من الحلقة كما هو المعتاد، لكن دايما بيكون في عناوين مهمة. تعالوا نشوف. في ترند الأهلي، ديانج يعود تدريجيا للتدريبات الجماعية. وفي الترند المحلي، عامر حسين درست جدول المونديال لتحديد مباريات الدوري. أما في الترند العالمي، بنزيما مهدد بالغياب عن كأس العالم. يعني أكيد أخبار وعناوين كلها مهمة، لكن تفاصيل أكيد هتكون أكتر معانا بعد الفاصل، استنونا. أهلا بحضراتكم مرة تانية. خلينا نتكلم قبل ما نتكلم عن النادي الأهلي بتفاصيل كتير جدا النهاردة، نقول أهم وأبرز مباريات الدوريات المختلفة في أوروبا بالتحديد، وأكيد الدوري الإنجليزي في الأسبوع قبل الأخير قبل فترة التوقف عشان كأس العالم أكيد يعني. فالنهارده في عدد من المباريات بالتحديد 5 مباريات في الدوري الانجليزي، منها اللي اتلعب واللي بيتلعب واللي هيتلعب الساعه 6 واللي هيتلعب الساعه 6:30، ده بصراحه ماتش جامد قوي. فخلينا نبتدي بتشيلسي اللي بيواصل تعثراته، ويعني الامور بالنسبه له ماشيه بشكل سيء جدا، وانا بصراحه بشوف ان يعني ما حدش يمشي خالص توماس توخيل، يعني الاداره الجديده جايه في تشيلسي عشان يقول يا جماعه احنا اهو فغير لك المدير الفني عشان خسر ماتش ولا اتنين، وده عادي يعني. لكن مدرب كبير زي توماس توخيل جاب الشامبيونز ليج مع تشيلسي والكلام من ده كان يعني تغيير خاطئ جدا، فبالتالي النتائج سيئه للغايه. تشيلسي بيخسر على ملعبه في الستامفورد بريدج امام ارسنال بنتيجه 1-0، وارسنال يا جماعه رسميا بينافس على بطوله الدوري الانجليزي، يعني مره 14 جوله ارسنال لعب 13 مباراه، ناقص له ماتش عشان يساوي عدد الفرق اللي لعبت 14 مباراه. هو المتصدر دلوقتي فرق نقطتين اعتقد على مانشستر سيتي، فهو بينافس مانشستر سيتي على الدوري، وهو الوحيد اللي هينافس مانشستر سيتي على الدوري، لا في ليفربول ولا في تشيلسي ولا في مانشستر يونايتد. طيب بالتالي دي المباراه الاولى وانتصار مهم جدا لارسنال. المباريات الاخرى اتلعبت الساعه 4 ابتدت بالتحديد في التوقيت ده، ساوثامبتون خسران على ملعبه من نيوكاسل، احنا دلوقتي في الشوط الثاني ونيوكاسل ما شاء الله ماشيين بشكل ممتاز جدا. ويست هام يونايتد متعادل مع كريستال بالاس 1-1، هدف لبن رحمه وهدف ل لاعب كريستال بالاس زها. وكمان المباراه الاخرى اللي بتتلعب في نفس التوقيت استون فيلا كسبان مانشستر يونايتد 2، دلوقتي بقى 3-1 كمان، 3-1 لاستون فيلا، مفاجاه على مانشستر يونايتد، وخصوصا ان استون فيلا كانوا ماشيين بشكل سيء جدا. اعتقد يا جماعه يوناي امري اول مباراه ليه النهارده، يوناي امري المدرب الجديد لاستون فيلا اعتقد اول مباراه ليه النهارده، فكسبان مانشستر يونايتد 3-1. الساعه 6:30 مباراة مهمة جدا ما بين توتنهام في ملعبه هيقابل فريق ليفربول اللي يعني مترنح بشكل كبير جدا في الدوري الانجليزي عكس الشامبيونز ليج اللي كسب فرق من افضل فرق العالم هو نابولي بنتيجة 2-0. النتيجة ما فرقتش في الترتيب لكن معنويا تفرق جدا مع ليفربول، مباراة هتكون قوية جدا الساعة 6:30 في الدوري الانجليزي، الدوري الأكثر إثارة بكل تأكيد. ده بخصوص الدوري الانجليزي. اما بخصوص الدوري الاسباني فالنهارده في عدد من المباريات، اتلتيكو مدريد مع اسبانيول 1-1 بعد طبعا مباراه لعبت امبارح ما بين برشلونه والميريا، اعتقد برشلونه كسبوا 2-0 في مباراه اعتزال بيكي، وكانت اخر مباراه لبيكي، فبالتالي النهارده بتستأنف او تستكمل مباريات الدوري الاسباني. اتلتيكو مدريد اتعادل 1-1 مع اسبانيول، اتلتيكو مدريد اللي يعني لا راح تشامبيونز ليج صعد ولا حتى قدر ان هو يلحق باليوروبا ليج بعد تزيله المجموعه بتاعته في دوري ابطال اوروبا. ريال سوسيداد مع فالنسيا الساعه 5:15، بيريال مع ريال مايوركا الساعه 6:30، ريال بيتيس مع اشبيليه الساعه 10 بالليل، دي مباريات الدوري الاسباني. اما بخصوص الدوري الايطالي
بولونيا فاز على تورينو 2-1، مونزا متعادل سلبيا مع هيلاس فيرونا، او خلصت المباراه يعني التعادل السلبي. سامدوريا خسر من فيورنتينا 1-0، اعتقد الشوط الاول هو اللي خلص لحد دلوقتي. والساعه 7 روما مع لاتسيو، والساعه 10 الا ربع يوفنتوس مع الانتر، مباراه قويه جدا جدا في الدوري الايطالي. ده بخصوص مختلف الدوريات في مختلف الدول الاوروبيه، واكيد كلها دوريات مثيره للغايه. طيب تعالى بقى نروح نتكلم عن النادي الاهلي ومرحله من المراحل المهمه. وطبعا تنسوش تواصلكم معانا من خلال سؤال حلقه النهارده. احنا بنتكلم في فتره توقف دلوقتي، البعض اكيد هيشوف ان هي مفيده للنادي الاهلي، خصوصا ان هو مثلا عنده مدرب جديد، ماشي بشكل كويس جدا، 6 مباريات ب6 انتصارات باداء جيد للغايه على مختلف الاصعده، سواء الصعيد القاري او المحلي، وكمان ببطوله سوبر قدام نادي الزمالك، فالامور كويس. فممكن البعض يقول لك ده كمان فتره توقف، ويقدر يستفاد يقف على امكانيات اللعيبه بشكل اكبر، فالامور تبقى ايجابيه جدا بالنسبه للنادي الاهلي والمدرب الجديد كولر. في الحقيقه يعني ممكن في الاتجاه الاخر تلاقي البعض يقول لك ايه، لا الاهلي الدنيا ماشيه معاه، الفرقه فايقه قوي، ففتره التوقف دي مش هتيجي في صالحه، وممكن تهبط الدنيا شويه. فبالتالي احنا منتظرين اجابات حضراتكم من خلال سؤال الحلقه، يعني هناخد تفاعلاتكم في الجزء الاخير من الحلقه، بس ده سؤال غايه في الاهميه في الحقيقه. لكن الاهم بالنسبه لي الاستعدادات ماشيه ازاي، يعني زي ما احنا عارفين الفريق بعد المباراه الاخيره والفوز الكبير على الداخليه يوم الاربعاء اللي فات بنتيجه 4-1، تاني يوم اتمرنت على طول، يوم الجمعه كان اجازه، امبارح استأنفت التدريبات، النهارده بتواصل تدريباتك، ربما لسه الامور ما فيش بخصوصها اعلان رسمي. يعني الكابتن سيد عبد الحفيظ كان اتكلم وقال ان هيبقى في مباراه وديه يوم الاثنين، ربما ان يحصل بعض التعديلات. هقول لك ليه التعديلات، احنا دلوقتي بنتكلم يعني كمؤشرات، لكن كإعلان رسمي النادي الأهلي لسه، لكن ممكن يحصل تعديلات على برنامج النادي الأهلي خلال الفترة اللي جاية. ليه؟ البرنامج التدريبي تحديدا، لأن أنت المفروض عندك ماتش يوم 27 الشهر الجاري مع المقاولين في ربع نهائي بطولة كأس مصر بتاع السنة اللي فاتت، وفي نفس الوقت في قرعة لكأس الرابطة يوم 9 من الشهر الجاري، علشان تبتدي البطولة بنظام خروج المغلوب يوم 18 او 19 على ما اتذكر من الشهر الجاري. فبالتالي كل الامور دي هتعدل برنامج النادي الاهلي، ربما منتظرين اي يعني اعلان رسمي من النادي الاهلي بخصوص هذا الجانب. لكن لحد دلوقتي احنا متعاملين او بنتعامل تصريحات الكابتن سيد عبد الحفيظ الاخيره بخصوص ان هيكون في مباراه وديه وبعد كده اجازه ويسافر كولر وهيرجع والكلام ده، لكن في كل الاحوال استعدادات ماشيه بشكل كويس جدا، واستعدادات مميزه بالنسبه للنادي الاهلي تحت قياده هذا الرجل المبشر للغايه والمدرب الكبير جدا مارسيل كولر. النهارده التدريب ابتدى الساعه 9 الصبح، تدريبات بدنيه وفنيه، تمام؟ وده من خلال بعض التدريبات في الجيم، كان عباره عن نص ساعه، وبعد كده تدريبات مع اندرياس اندويا مدرب الاحمال، وبعد كده فقرات فنية متنوعة، تدريبات على الكرات العرضية والتصويب على المرمى، وبعدين تقسيمة مصغرة في آخر المران شارك فيها جميع اللاعبين. كمان من ضمن الأخبار الجيدة عودة أليو ديانج للمشاركة في التدريبات، بس بشكل تدريجي، يعني ما خدش كل فقرات التدريبات الجماعية، لا، طبقا يعني للتنسيق مع الجهاز الطبي إن اللاعب ياخد تدريبات بشكل تدريجي لحد ما يجهز تماما للمشاركه في التدريبات الجماعيه بشكل كامل. هو كان عنده زي اصابه بسيطه كده في العضله الخلفيه وبعدته عن اخر ماتشين بالنسبه للنادي الاهلي، سواء ماتش الزمالك في السوبر او حتى مباراه الداخليه الاخيره في الدوري. لكن اكيد عوده ديانج مهمه جدا، واكيد اكيد باذن الله واحد احد ربنا يحمي الجميع من الاصابات، هيكون جاهز مع اول مباراه مقبله للنادي الاهلي باذن الله تعالى. ده بخصوص اليو ديانج وخبر جيد للغايه. فدي اخبار النادي الاهلي في التدريبات. الاهلي يعني اكيد بكره في تمرين او مباراه وديه، الاقرب لحد دلوقتي طبقا اللي تم الاعلان عنه ان مباراه وديه. لو في تعديلات اكيد هنقولها لحضراتكم بالشكل الرسمي اللي حضراتكم متعودينه دايما من خلال شاشه قناه النادي الاهلي. لكن عندي بعض الملفات المهمه اللي هنتكلم عنها بس بعد الفصل، هروح لفصل سريع، نرجع نتكلم عن بعض الامور المهمه جدا، وهرد لحضراتكم واوضح لحضراتكم التساؤلات اللي ممكن يكون جماهير الاهلي بيسالوها دلوقتي بخصوص بعض اللاعبين داخل النادي الاهلي، والتساؤلات اللي ناتجه عن يعني تركيز اعلامي على اسماء بعينها داخل النادي الاهلي. خلينا نروح لفصل الاول، بعد الفصل نرجع، يلا بينا. اهلا بحضراتكم مره ثانيه. قبل بس ما اقفل جانب التدريبات النهارده بالنسبه للنادي الاهلي، يمكن غاب كل من برونو سافيو ومحمود عبد المنعم كهربا بسبب نزلات البرد، واللي يمكن خلال الفتره اللي فاتت يعني اكتر من عنصر داخل فرقه الاهلي لكره القدم تعرضوا لنزلات برد قويه، وكلنا يعني يمكن ناس كتير جدا جدا من الجماهير حتى عندهم برد
خفيف مع تغير الفصول، ده بيبقى طبيعي، لكن حالتهم في تحسن مستمر. ان شاء الله باذن الله هيتم المتابعه، هل يقدروا يكونوا متواجدين في تدريبات بكره ولا لا، دي كلها تقييمات طبيه احنا في انتظارها. لكن دايما بس نطمن حضراتكم على بعض الاسماء، لان الناس تسال فين كهربا فين سافيو بمران النهارده، فقلنا نوضح لحضراتكم الجزئيات اللي زي دي. تعالى بقى، لان انت بص بقى، احنا دلوقتي في فتره توقف، ففتره التوقف دي ايه بقى؟ مفيش ماتشات، مفيش اخبار، مفيش نتائج، مفيش احداث، فالدنيا هاديه. يعني في الوسط الرياضي كده الدنيا هاديه، لما تيجي تتكلم عن الرياضه فاهم، الدنيا هاديه. فهتلاقي ايه، ناس كتير بتحاول تعمل اخبار، طبيعي. يعني في ناس تقول لك، في بقى ناس هتحاول تعمل اخبار، تبقى اخبار ناتجه عن اجتهادات حقيقيه واخبار طبيعيه ومنطقيه، وممكن فعلا تكون حاجه على ارض الواقع موجوده. وتلاقي البعض الاخر يقول لك ايه، يقول لك لا احنا مش هنقعد فاضيين كده، احنا لازم نملى الموقع بتاعنا، الجرايد بتاعتنا او الصحيفه بتاعتنا، الكلام من ده باخبار ايا كان بقى هي صح ولا غلط. احنا دورنا ايه خلال الفتره الحاليه؟ اللي احنا نوضح لحضراتكم كل الامور. فخلينا نبتدي بملف ملف. اول ملف هتكلم فيه هو ملف الثلاثي اللي عقدهم بيخلص مع النادي الاهلي مع نهايه هذا الموسم، اللي هم مين؟ رامي ربيعه، حسين الشحات، وياسر ابراهيم. دول الثلاثه اللي عقودهم بتخلص مع نهايه هذا الموسم. فالناس دلوقتي بتقول لك ان ايه، مفيش رغبه، ركز في كلامي، مفيش رغبه عند النادي الاهلي وبالتحديد عند كولر بخصوص التجديد للثلاثي. حلو؟ حلو. بدليل ايه؟ بان ما حدش اتكلم معاهم لحد دلوقتي. هل حد اتكلم معاهم لحد دلوقتي؟ بصراحه لا. هل ده معناه ان مفيش نيه داخل النادي الاهلي لتجديد عقد الثلاثي؟ برضه لا. امال ايه الوضع؟ الوضع ان كل حاجه يا جماعه ليها توقيتها. كل حاجه داخل النادي الاهلي اكيد بتبقى منظمه، في توقيتات معينه للحديث عن التجديد، في توقيتات معينه للحديث عن الصفقات واختيار بعض العناصر ممكن تكون اضافه للنادي الاهلي في شهر واحد باذن الله تعالى. في بعض التوقيتات اللي ممكن تكون مركز فيها بشكل اكبر على استعدادك لمباريات مقبله، الكلام من ده. حلو؟ ماشي. دلوقتي ده مش توقيت الحديث عن التجديد. هتقول لي ما هم في يناير يحق لهم ان هم يمضوا في اي نادي، طبعا متفق معاك. لكن باذن الله واحد احد قبل يناير هيكون الموضوع ده حسم. هيكون الموضوع ده حسم. وكله من خلال طبعا رؤيه كولر بالتنسيق مع المسؤولين عن الكوره داخل النادي الاهلي. الموضوع ابسط من البساطه. الناس هتحاول بقى تهول في القصه دي، وان اصل الاهلي عايزين يخلصوا من حسين الشحات، والاهلي الراجل مش مقتنع بياسر ابراهيم عشان مش عارف ايه، ورامي ربيعه اصل مشاكله كتير. ولا حاجه من الكلام ده خالص. الراجل مبسوط جدا من حسين الشحات، مبسوط جدا من ياسر ابراهيم بدليل انه لعب في المباراه الاخيره بشكل اساسي على حساب عبد المنعم الغائب بسبب الاصابه. مبسوط جدا، مفيش مشكله خالص بالنسبه برضه لرامي ربيعه. وانت في كل الاحوال لما تيجي تتكلم عن حسين الشحات انت كده كده ممكن تكون بتفكر في جناح، فهتمشي جناح من عندك؟ لا طبعا. ادي واحد. اثنين، انت في الخطوط الدفاعيه مش بتفكر لحد دلوقتي في انك تتعاقد مع لاعبين في الخطوط الدفاعيه، هتمشي اثنين من عندك رامي ربيعه وياسر؟ لا. اذا النيه عند النادي الاهلي ايه؟ هي نيه التجديد. التوقيت بقى هو اللي بيحكم. ده بيبقى مين اللي بيحسمه موضوع التوقيت ده؟ الناس في النادي الاهلي، هم اضرب الملفات اللي زي دي. فما نديش فرصه يا جماعه لاي حد يحاول ان هو يتكلم في الامور اللي زي دي ويخلق حاله من حالات اللغط والجدل حوالين النادي الاهلي، لان الاهلي ماشي بشكل كويس جدا. فاحنا منتظرين، احنا مع النادي خطوه بخطوه، وواثقين جدا في الناس اللي موجوده، وواثقين جدا في المدير الفني الجديد ورؤيته. فالامور بسيطه ومفيش اي مشكله خالص. ادي ملف كده، اعتقد وضحت لكم حته ايه؟ تجديد الثلاثي. تعالى نتكلم في حته ثانيه، وصفقه من الصفقات الجديده بالنسبه للنادي الاهلي، اللي هو مين؟ مصطفى سعد القادم والوافد من فريق سيراميكا كليوباترا. للاسف الشديد، وانا شفت بقى الكلام ده بعيني، يعني للاسف الشديد جدا، دايما لما انا واحد دايما احب لما اتفرج على برامج او الاقي فيديوهات قدامي مثلا اعلامي بيتكلم في تلفزيون من التلفزيونات او قناه من القنوات او برنامج من برامج، لازم يبقى عنده مصداقيه. فلما يطلع يقول لك مصطفى سعد زهقان في الاهلي ومش حابب انه يكمل في الاهلي، وشايف ان في تجاهل من المسؤولين والجهاز الفني بخصوصه في النادي الاهلي، فهنا بيني وبينك انا لما سمعت الكلام ده قلت لا، في حاجه بقى غلط يعني. فتواصلت بصراحه مع اللاعب بنفسه وسالته ايه الوضع، اخبارك ايه، الدنيا ماشيه معاك ازاي في النادي؟ الكلام قال لي الدنيا كويسه جدا، ما عنديش اي مشكله خالص والدنيا تمام وبتاع. ليه يا امير ايه اللي حصل؟ قلت له اصل في حد فلاني فلاني طلع اتكلم، هو بصراحه مش واحد بس، في واحد كمان يعني طلع اتكلم قال ان انت عايز تمشي وكلام من ده. قال لي والله العظيم خالص ما حصلش، للاسف في بعض البرامج بيبقوا عايزيني مثلا في المداخلات، فبقول لهم يا جماعه الفتره دي مش بتكلم وكلام من ده، فتلاقيهم قالوا بعض الاخبار اللي ممكن تكون بتضايقني بشكل او باخر.
فانا ما عنديش اي مشكله خالص خالص مع الجهاز الفني. بالعكس الراجل اتكلم معايا مرتين، اللي هو كولر مره قبل انضمامه للمعسكر الاخير للمنتخب مصر الاولمبي، تمام، وقال له انت خامه كويسه ولعيب كويس، ما لحقتش تتمرن معايا، فالناس الجاهزه هي اللي هتلعب، وكلام منطقي جدا. فاتمرن التمرينتين دول او ثلاثه في التوقيت ده، تمام، وبعد كده راح معسكر المنتخب. لما راح معسكر المنتخب كولر اتفرج على مصطفى سعد في الماتشين بتوع منتخب مصر، او بالتحديد ماتش الاياب بتاع منتخب مصر امام سويتني، لان ماتش الذهاب ما كانش مذيع، فاتفرج عليه فاعجب جدا بقدراته، او شايف ان هو لعيب فعلا جيد جدا وبروميسنج ومبشر جدا بالنسبه للنادي الاهلي. فلما رجع مصطفى اتكلم معاه كولر، ودي كانت المره الثانيه اللي كولر يتكلم فيها مع مصطفى سعد. حلو، قال له انا اتفرجت عليك وانت حاجه كويسه جدا وهتفيدني قوي خلال الفتره الجايه مع الفرقه، لكن انت طبعا ده الكلام ده قبل ماتش الداخليه، لكن انت طبعا كده انت اتمرنت معايا 5 مرات، في ناس اتمرنت معايا فتره طويله وقعدوا معايا في فتره الاعداد، فهم ماشيين بشكل كويس، فطبيعي يكونوا موجودين، طبيعي يكون هم اللي بيلعبوا، لكن انت في حساباتي بشكل كبير جدا وما شاء الله يعني قدراتك مميزه. قال له قدراتك مميزه جدا والامور انا تبعتها وحاجه كويسه وهتكون اضافه بالنسبه للفرقه وهنشتغل مع بعض والدنيا هتمشي تمام. فده الكلام اللي حصل بالظبط، انا بحكي لك بالتفاصيل. فبالتالي اللاعب نفسه شايف انه كلام منطقي وما عندوش اي مشكله، هو تحت امر النادي ولسه بيقول انا يعني ما لحقتش اجي لاهلي عشان امشي او عشان اطلب ان امشي، لان برضو البعض من الاعلاميين قالوا لك ايه، اصل هو كلم الناس في سيراميكا قال لهم يا جماعه ابعتوا لي اعاره، عايز اخرج اعاره، حتى عايز ارجع سيراميكا. الكلام ده لم يحدث بالمره، واي حد يقول لك الكلام ده اعرف ان هو غلطان، اعرف ان هو غلطان، او المصدر اللي قال له الكلام ده ضحك عليه. الكلام ده مش حقيقي، واللاعب الامور بالنسبه له كويسه، وان شاء الله باذن الله مصطفى سعد في حسابات النادي الاهلي، ومفيش اي نوع من انواع الاعارات او طلبات الرحيل من اللاعب، ولا حتى تجاهل من النادي الاهلي خالص. لعيب في التدريبات وبيشارك مع زمايله والامور ماشيه بشكل كويس جدا. واجب علينا ان احنا نوضح لحضراتكم مثل هذه الاخبار ونوضحها بشكل كبير جدا عشان الامور تبقى مستقره، لان الفتره الجايه هتلاقوا حاجات شبه كده كتير، فلازم احنا نطلع لو حاجه حقيقيه اكيد هنقول لحضراتكم في الاطار الرسمي، لو حاجه مش حقيقيه زي اللي انا قلت لحضراتكم عليهم دول يبقى اكيد برضه هنوضح، لان ده دورنا تجاهكم وواجبنا ناحيتكم ان احنا نخلي جمهور الاهلي في الصوره دايما في مختلف الملفات. ده بخصوص الجزئيه دي. خلينا نروح لفاصل سريع، بعد الفاصل لسه عندنا كلام مهم، استنونا يلا بينا. اهلا بحضراتكم مره تانية. اكيد في بقى اخبار كتير عن النادي الاهلي في السوشيال ميديا الصفحات الرسميه المختلفه، هنتناول هذه الاخبار ونعلق عليها بتوضيح مهم. نبتدي بكوره بلس، واللي بيتكلموا عن تفاصيل تجديد الثلاثي الشحات وربيع وياسر ابراهيم، واحنا اتكلمنا في الملف ده ووضحناه لحضراتكم. فالمهم دي جزئيه مهمه، ايه الموضوع؟ الناس بيتكلموا ازاي في كوره بلس، بيتكلموا على ان هيبقى في جلسه، مع طبعا كل من الثلاثي خلال الفتره اللي جايه، او بالتحديد مع مارسيل كولر عشان يشوف الوضع ايه، هل هو محتاجهم مش محتاجهم. يعني خبر ممكن يكون فيه جزء منطقي بشكل كبير جدا، تمام، لكن انا بقول لحضراتكم اتكلمت معاكم في الجزئيه دي ووضحناها بشكل كبير، فهننتظر ده كولر الامور بالنسبه له هتكون عامله ازاي، تقييمات الكلام ده. واحنا بنتكلم على 3 لعيبه كبار، يعني ان شاء الله الامور هتبقى في الاتجاه الايجابي بالتوقيتات المحدده، ودي جزئيه مهمه جدا للحديث عن مثل هذه الملفات وحسمها بشكل كامل. خلينا نروح للوطن سبورت. الوطن سبورت، طبيب الاهلي يحدد البرنامج التاهيلي لمحمد عبد المنعم، وده الطبيعي جدا خلال الفتره اللي جايه، وعبد المنعم خلال ايام قليله هيشارك في التدريبات عادي مع الفريق، بس مش شرط التدريبات الجماعيه، تدريبات كده تاهيليه شويه، وبعد كده بعد اقل من اسبوعين ينضم للتدريبات الجماعيه مع الفريق. واعتقد محمد عبد المنعم مع بدايه عوده الدوري يكون جاهز بنسبه 100% للمشاركه في المباريات. طيب خلينا كمان نروح لخبر اخر، وهو سبب غياب برونو سافيو كهربا عن مران الاهلي اليوم، وده من حساب بطولات على فيسبوك. هم غايبين فعلا بسبب نزله البرد اللي اصابت عدد كبير جدا من لاعبي النادي الاهلي او حتى الجهاز الفني بالتحديد مارسيل كولر، فان شاء الله نتمنى لهم الشفاء سريعا ويعودوا للتدريبات الجماعيه. بالمناسبه يا جماعه، بمناسبه برونو سافيو، فاكرين كده، فاكرين من حوالي شهر ونص مثلا اول ما الاهلي اتعاقد مع برونو سافيو،
كم الناس اللي طلعت قالت لك اصل برونو سافيو ده هيتوقف سنه وست شهور ومش هيلعب، والاهلي اخطا في انه راح يتعاقد مع لاعب مش عارف انه هيتوقف. وطلعنا وضحنا لحضراتكم وقلنا لكم ان الاهلي لما راح يتعاقد مع اللاعب شاف بطاقته، هل في اي ملاحظات، هل في اي عقوبات على اللاعب؟ ما كانش في اي حاجه، فبالتالي الاهلي خد خطوه التعاقد معاه. طيب هنا السؤال يا جماعه، هو برونو سافيو توقف ولا ما توقفش؟ لا، برونو سافيو ما توقفش. امال عمل ايه؟ برونو سافيو لعب ست ماتشات، عمل فيهم ايه؟ ساهم مع النادي الاهلي في انه جاب بطوله وجاب هدف في مرمى نادي الزمالك في مباراه مهمه جدا جدا، ساهم مع النادي الاهلي في مختلف المباريات كعنصر اساسي، لعب كل الماتشات خمسه في ال 11، خمسه ابتدى المباريات كاساسي وماتش واحد بس اللي شارك فيه كبديل، كانت مباراه اسوان اللي كانت قبل مباراه السوبر على طول. فهنا السؤال للناس اللي كانت بتتكلم واللي اتصلوا بالشعب البوليفي كله عشان يقولوا لهم يا جماعه والنبي وقفوا برونو سافيو عشان نثبت ان الاهلي غلطان وبياخد اجراءات غلط في التعاقد وكلام من ده، فين يا جماعه الايقاف؟ مفيش حاجه. فالراجل موجود ان شاء الله يعود سريعا للتدريبات بعد اصابته سواء هو او كهربا بدور برد، يعني النزل البرد خلال الفتره الحاليه. اليوم السابع طبيب الاهلي يفحص علي لطفي بعد اصابته بنزل البرد. علي لطفي شارك النهارده في التدريبات وامبارح كمان في التدريبات، يمكن كان عنده برد خفيف او حاجه يعني. ماشي، خلينا نروح لخبر اخر، ده خلاص اتكلمنا عنه، نروح لخبر بعديه وهو خبر مصطفى. بص بقى، تعالى اهو، احنا لسه كنا بنتكلم في ايه؟ اقرا بقى كده، لسه كنا بنتكلم في ايه؟ نفس الكلام. مصطفى سعد الوافد الجديد في صفوف الاهلي اجرى مكالمه مع مسؤوله سيراميكا وطلب تقديم عرض لعودته في الفتره الماضيه. ليه؟ اصل هو حاسس ان هو مش ملوش دور مع الفريق وان هو ما بيشاركش. هو الراجل لحق يا جماعه، هو الراجل لحق. مصطفى سعد يا جماعه جه اول ما الاهلي تعاقد معاه كان هو في منتخب مصر الاولمبي، فعنده معسكر مع المنتخب الاولمبي وهو عنصر اساسي لا غنى عنه في منتخب مصر الاولمبي، فلعب مع المنتخب ما شاركش مع التدريبات. خلص ماتش المنتخب اللي هو كان اعتقد مع بنين على ما اتذكر، ماتشين كده وديين كانوا مع بنين. تمام، خلص ورجع اتمرن تمرينتين ثلاثه وراح رايح مع المنتخب تاني عشان ماتشين سواتي. فبالتالي طبيعي ان هو ما بقاش موجود لانه مع المنتخب. هو مش موجود وبيتمرن فالراجل مش مقتنع بيه فبيبعده، لا هو مع منتخب مصر الاولمبي فطبيعي انه ما يبقاش موجود. خلص ماتشين سواتني رجع اتمرن تمرينتين قبل ماتش ايه؟ الداخليه. هل منطقي ان هو يخش مع الفرقه؟ طبعا لا. فاحنا بقى لازم نعمل ايه؟ لازم نتفازلك. نروح قايلين يا جماعه خلي بالكم، نقرا بقى الوضع كده نشوف اصله بقى. وفي صوره ليه مع الكابتن سيد عبد الحفيظ تقريبا نزلت على السوشيال ميديا واقفين بيتكلموا مع بعض، فقال لك هوب الحق ده مصطفى سعد اللي كان مع كابتن سيد عبد الحفيظ بيقول له انا عايز امشي عشان انا متضايق وانتوا الناس مش مهتمين بيا. فسروا الصوره غلط جدا، عكس الواقع تماما. لا في تليفون حصل ما بين مصطفى مع مسؤولي سيراميكا اللي من كل ليهم طبعا كل التقدير والاحترام، ولا حتى مع الكابتن احمد سامي المدرب الكبير عشان يرجع، ولا حصل حاجه من الكلام ده، بل بالعكس جلستين تاني بعيد تاني اهو، جلستين حصلوا من ساعه ما مصطفى سعد جه مع كولر، جلسات عادية جدا، كلام فيه إشادة كبيرة من كولر بإمكانيات اللاعب بعد متابعته بشكل كبير، واتكلم معاه بواقعية، أنت اتمرنت معايا أربع خمس مرات بس، في ناس اتمرنت معايا كتير فهم أكيد اللي بيلعبوا وفايقين وماشيين بشكل كويس، لكن أنت في حساباتي الفترة الجاية، أنت في حساباتي الفترة الجاية، فهتلاقي الناس بقى عمالة تتكلم وتقول لك إيه، لا ده هو عايز يمشي والأهلي مش مقتنع بيه ومتجاهله، ده كلام يا جماعة مش حقيقي بالمرة، وأنا بقول لك معلومة مؤكدة مليار في المية. فسيبكم من الاخبار اللي زي دي مع كامل احترامنا لمختلف المواقع يعني، لكن اتمنى دايما نتحرى الدقه، بس نتحرى الدقه. سبورتس 360 وحسابهم على تويتر، محمد الشناوي مع الاهلي هذا الموسم ست مباريات 20 تصدي 5 كلين شيت استقبل هدف، ما تقييمك لمستوى الشناوي؟ وهنا بيطرحوا تساؤل يا جماعه، اولا الارقام دي مش غريبه على الشناوي. الشناوي الفتره الموسم اللي فات اخره كده قبل ما ياخد راحه هو وزمايله كان مش في افضل حالاته، وكان في اسباب كتيره جدا اكيد اكيد منها سبب التلاحم المواسم، الضغط الكبير، التشتت الذهني، حاجات كتير جدا في الملعب، يعني انت بتلعب ماتشات كتير وبتاع طبيعي يحصل لك دروب، ده طبيعي في الكوره يعني، ده الطبيعي. لكن الارقام دي مش غريبه على الشناوي، يعني الشناوي افضل لاعب في افريقيا مش افضل حارس بس، فهو حارس كبير في كل الاحوال، ومستواه اللي ظهر عليه بدايه من الموسم ده مش مفاجاه يعني لينا، مش مفاجاه للناس خالص، ما شاء الله عليه، هو الحارس الاول في افريقيا وافضل لاعب داخل قاره افريقيا. فمبسوطين جدا طبعا بعودته المستوى، وعنده كمان افضل من كده خلال الفتره اللي جايه. دي او ده بخصوص ترند الاهلي وبعض الاخبار المهمه عن النادي الاهلي. خلينا نروح لفاصل سريع، بعد الفاصل نرجع نكمل، استنونا.
اهلا بحضراتكم من جديد. خلينا نروح نشوف الاخبار المحليه والترند المحلي بالتحديد ونعرف ايه التفاصيل، بغض النظر عن فيتوريا والتصرف اللي عمله الغريب جدا اللي بيتمثل في شقين. الشق الاولاني استبعاد كريم فؤاد، ادي رقم واحد. الشق الثاني تعليقه على استبعاد كريم فؤاد، تعليقات بصراحه غريبه. انا دايما دايما بحب يعني ايه، لازم نساند مدرب منتخب مصر، وبالمناسبه هو مدرب كبير ومدرب عنده سي في محترم، والراجل ان شاء الله باذن الله يعمل حاجه مع منتخبنا، بس اتمنى منه المزيد من المنطقيه في الاختيارات، عشان ان غاب العدل غابت النتائج الجيده. ده طبيعي، واحد زائد واحد يساوي اتنين، اللي بيحصل ده غريب بالتحديد في القائمه الاخيره. والله الموضوع ما ليه علاقه باهلي او نادي تاني او كم خالص، ولا كريم فؤاد ولا مش كريم فؤاد، احنا بنتكلم كحاجه طبيعيه بديهيه. لو جبت اي مدير فني، اي مدير فني لمنتخب مصر اتفرج على الثلاث ماتشات اللي في الدوري مع ماتش السوبر مع المعسكر اللي كان فيه كريم فؤاد مع منتخب مصر، طبيعي طبيعي هياخد ايه؟ هيختار كريم فؤاد، طبيعي جدا. يعني مش الموضوع مش محتاج تفكير، الراجل عمل ماتش مبهر قدام الداخليه، الراجل بينزل في الشوط الثاني في ماتش الزمالك بيجيب جون وبيحسم المباراه، الراجل نزل في ماتش الاسماعيلي عمل اسيست لشادي حسين جاب الثلاث نقط للنادي الاهلي في اول ماتش في الدوري، عامل ماتشات كويسه جدا. ايه الدافع او المبرر اللي ممكن يخليني ما اخدش كريم فؤاد؟ انا بقى من وجهه نظري المبرر ايه، هو شيء بالشيء يذكر بصراحه، ما كنتش هتكلم في الموضوع ده، بس من وجهه نظري المبرر ايه، ان الراجل كولر في النادي الاهلي اكتشف كريم فؤاد في مكان جديد، في حاجه تحسب لكولر، فانا لا لازم بقى ابقى عملت حاجه مختلفه، يعني اللي هو الراجل في النادي الاهلي الناس بتشيب بيه وكريم فؤاد كريم فؤاد. طب انا بقى لا لازم اتفلسف اعمل العكس، انتوا بتشكروا في كريم فؤاد وفي كولر، لا شكرا كريم انا مش عايزك معايا المعسكر ده. طب ليه يا عم فيتوريا؟ اصل انا بستكشف لعيبه جديده. هو ده بالذمه تصريح؟ يعني احنا عايزين نبص على لعيبه جديده، هو بيقول كده. طب ما تبص على لعيبه جديده وكريم فؤاد موجود، عشان اكيد هو تواجده اضافه لمنتخب مصر. خلي بالك، ولو واحد غير كريم فؤاد بنفس المستوى ده استبعد، حتى لو من الزمالك او من اي نادي، هنقول الكلام ده، لان المصلحه العامه بتقتضي ايه؟ ان احنا اولا بنساند وهنساند وهنفضل نساند منتخبنا الوطني ومديره الفني وجهازه الفني، لان ما فيهوش حد مصري غير الكابتن ايمن عبد العزيز، انا لحد دلوقتي مش شايف له اي دور، لكن دي المصلحه العامه. لكن الاهم بالنسبه لي ان انت تختار بمنطقيه عشان تلاقي دعم الناس كلها، كده كده الدعم موجود، بس عشان يعني طبعا احترام كامل لوجهات نظر المدربين، بس في وجهات نظر مسلم بيها، يعني في حاجات مسلم بيها ما فيهاش نقاش. فالموضوع بالنسبه لي غريب، مش لازم ماشي، خلينا نقف عند الحته دي يعني. لكن في كل الاحوال كوره 11 وحسام على فيسبوك، الحاكم بامره فيتوريا، طبيعي الحاكم بامره، هو مدير فني لمنتخب مصر ولازم هو اللي يختار كل اللي هو عايزه يعمل اللي هو عايزه في اي حاجه تخص المنتخب. فمن ضمن الحاجات قال لك فيتوريا يفرض سيطرته على الجهاز الاداري واتحاد الكره المصري في خلال ثلاث قرارات صارمه. ايه هي ثلاث قرارات الصارمه؟ انا يا جماعه مع سيطره الراجل بصراحه، بس ما يكونش في ايه، ركز معايا في الكلمه دي، ما يكونش في حد هنا في ودنه، واخد بالك قصدي ايه؟ يعني ما يكونش في واحد هنا عمال الراجل سيبوه يشتغل بقناعاته هو، ما يبقاش في مؤثرات خارجيه. فقال لك اول حاجه ابلغ الجهاز الاداري برفضه التام لفكره اقامه اللاعبين في غرفه او غرف مزدوجه. ماشي، مفيش مشكله خالص، وده طبعا هيكلف اكتر الاتحاد، بس طالما دي وجهه نظر المدير الفني مفيش مشكله، هو بيفضل ده في معسكر القاهره او الكويت، وامر يحدث لاول مره وكاد يكون مكلفا ماديا بالظبط، لكنه يفيد المنظومه. ماشي، ما فيهاش اي حاجه. التقارير كمان قالت ان فيتوريا طلب من الجهاز الاداري طلبات حجز دور كامل لمنتخب مصر خلال اي معسكر قادم باي فندق سواء داخل او خارج مصر لفرض السيطره والانعزال للاعبين. انا مع القرار ده جدا بصراحه، جدا، عشان اللي بيطلع يتصور وبيطلع يعمل، احنا عايزين الفرقه بتاعتنا المنتخب بتاعنا يبقى مركز في اي ماتش، حتى لو ماتش ودي. احنا عندنا ماتش مع بلجيكا، ماتش مهم جدا بالمناسبه، هو اهم لبلجيكا طبعا عشان استعدادهم لكاس العالم، بس مهم كاحتكاك لينا احنا، محتاجين المستويات دي نلعبها عشان نوصل للريتم بتاعهم، وده امر غايه في الاهميه. وكمان قال لك ايه، اوضحت التقرير بان روي فيتوريا طلب بشكل رسمي من اداره اتحاد الكره عدم الحديث عن اختيارات الجهاز الفني لقائمه المنتخب في الاعلام من اي عضو مجلس اداره تماما، وانه المنوط بهذا الامر. احترم جدا القرار بتاعه ده، ان ما حدش يطلع يتكلم ها بخصوص اختياراته من المسؤولين في اتحاد الكره، لكن الاعلام ليه حق انه ينتقد بصراحه، يعني الاعلام ليه حق انه ينتقد، بس ما حدش يعلق من الاتحاد. طبعا ده قرار ممتاز منه برضه، عشان نقول لينا واللي علينا يعني.
فدي الحاجات اللي من خلالها زي ما بيقولوا مثلا في الموقع ده، ان دي الحاجات القرارات الصارمه اللي من خلالها بيفرض سيطرته على الجهاز الاداري. ماشي، ده خبر مهم. تعالى نروح لخبر اخر برضو في الترند المحلي، وده حساب يلا كوره على تويتر، واللي بيقولوا او بينشروا تصريحات لعامر حسين اللي قال ان هو درس جدول كاس العالم جيدا ووضع المباريات المحليه في ايام الراحه بين ادوار المونديال او عند الساعه 5 مساء، وبالتالي فالجماهير ماشي هتشوف يعني مباراة واحدة من أربع مباريات ماشي في اليوم. الصيغة تقريبا مكتوبة غلط، لكن في كل الأحوال الراجل يعني درس الكلام بشكل كويس. وحاجة إيجابية إن الماتشات تتلعب في الدوري عادي 3 أو 4 جولات عشان نحاول نخلص الدوري السنة دي بدري شوية. آخر خبر في الترند المحلي، وده بخصوص فريق أسوان اللي تعاقد بشكل رسمي مع كابتن أيمن الرمادي وتولى تدريب الفريق خلفا للكابتن ربيع ياسين. اتاخروا شويه في الاعلان، لكن المهم ان هم يعني خلاص اعلنوا بعد ما كان في مدرب اخر قريب جدا من التعاقد معاهم، لكن الامور اتغيرت في اخر اللحظات. ده بخصوص الترند المحلي. تعالى بقى نروح للترند العالمي، بس قبل ما نروح للترند العالمي خليني اقول لكم التشكيل بتاع الماتش المهم جدا اللي هيتلعب كمان ساعه الا ربع ما بين توتنهام وايضا ليفربول. ده تشكيل ليفربول. ماشي، ليفربول اللي هو الضيف في هذه المباراه، أليسون في حراسه المرمى، في خط الدفاع ترينت الكسندر ارنولد ناحيه اليمين اللي بيبقى وراه مساحات كبيره قوي الناس بتستغلها بصراحه، وروبرتسون ناحيه الشمال. اثنين في قلب الدفاع، ابراهيم كوناتي وايضا فيرجيل فان دايك. في خط الوسط فابينو وتياجو الكانتارا وهيرفي اليوت، وفي الامام روبرتو فيرمينو وايضا داروين نونيز ونجمنا العالمي محمد صلاح. افوق واحد في ليفربول، يعني ليفربول هم في اوحش حالاتهم هو افوق واحد ما شاء الله عليه ربنا يحميه. اما بخصوص توتنهام ففي حراسه المرمى هوجو لوريس طبعا كالمعتاد، في خط الدفاع اريك داير ولونجلي وايضا بن ديفيز، في وسط الملعب ايمرسون رويال بنتانكور بيسوما واويبرغ وايضا رايان سينديون، وايضا في الامام ايفان بريزيتش وايضا هاري كين. ده التشكيل بتاع ايضا توتنهام في مباراه اليوم. مباراه هتبقى قويه، هتبتدي كمان يعني حوالي 40 دقيقه مثلا. فده بخصوص التشكيل. خلينا نروح للترند العالمي ونشوف اهم الاخبار اللي في الترند العالمي. نبتدي بحساب كوره بلس، واللي بيتكلموا على هندرسون واللي بيقول تصريح مساهماتي مع ليفربول بيسالوه يعني عن مساهماته، انا لست محمد صلاح، وبيقول يعني الناس بتقارنه انت ليه ما بتساهمش في اهداف في صناعه اهداف كلام من ده. فقال محمد صلاح هو الراجل موجود في الخطوط الاماميه طبيعي هو اللي يساهم في الحاجات اللي زي دي، وقال لك انا لست محمد صلاح او فان دايك حتى، الفريق كان سيحقق معي او بدوني تلك الالقاب، الامر لا يتوقف على جوردن هندرسون، وهو عنصر مؤثر مهم جدا بصراحه في تشكيله ليفربول، لما بيغيب بنحس بفرق، ده امر مؤكد. نروح كمان لخبر اخر وفي الجول، وبيقولوا اليسون هذه اسباب نجاحي في صناعه الاهداف لمحمد صلاح، واعتقد يعني رجع النجاح ده لتحركات صلاح والتفاهم اللي ما بينهم بشكل كبير جدا. خلينا ناخد مشاركات حضراتكم بعد الترند العالمي وابرز التعليقات على رايكم في طبعا هل فتره التوقف الحاليه مفيده للاهلي ولا مش مفيده للنادي الاهلي. نبتدي باشرف يوسف اللي قال مساء الفل عليك يا استاذ امين، مساء الفل عليك يا شوش، بكل تاكيد هتدينا فرصه ان احنا نشتغل على بعض الجمل لصالح الفريق في المرحله المقبله، كل التوفيق فيما هو قادم باذن الله. ده راي اشرف. نشوف راي رجب واللي قال مساء الخير عليك يا امين، مساء الفل عليك يا رجب، ان شاء الله هتبقى في صالحه، كل ما الاهلي يبقى في وقت بين المباريات يبقى الجهاز يقدر يرجع اللعيبه بمستواها ويبقى مفيش اجهاد، ودينا شفنا اما الاهلي استريح بين الموسمين رجع ما شاء الله ازاي. عنده حق برضه. نروح كمان لمحمد الخميسي قال ضد الاهلي في جزء ان مستوى الفريق بقى احسن وفي تصاعد مستمر، وفتره التوقف هتاثر اكيد على بعض اللعيبه، وفي صالح الاهلي في جزء اللعيبه اللي رجعت من اصابات لسه حاسه انها محطوطه تحت ضغط جماهيري وميديا عالي. ماشي، برضه ده راي. اخر تعليق معانا حسن زيدان، اكيد في صالح الاهلي، مدرب لسه عايز يعرف اللعيبه اكتر واللعيبه عايزه
تفهمه اكتر برضه. ماشي، يعني اراء مختلفه شويه ما بين ان الفتره دي في صالح الاهلي ولا مش في صالح النادي الاهلي، لكن الاهم ان شاء الله باذن الله يقدر يستفاد كولر من هذه الفتره او فتره التوقف عشان يرجع النادي الاهلي لمبارياته في مختلف البطولات بالشكل اللي بيتمناه دايما جمهور النادي الاهلي واللي ابتدى عليه فرقه النادي الاهلي، فرقه الكوره داخل النادي. كل التوفيق ليهم ان شاء الله. ليس لدينا مزيد، وغدا كل جديد في حلقه جديده من برنامج ترند. فاستنونا، الى اللقاء.